البطوله رقم 37 لكاس مصر، مفيش احسن من البطولات والانتصارات. طبعا الحمد لله، ببارك طبعا لمجلس الاداره وللعيبه الرجاله والجمهور. الحمد لله ربنا كرمنا وكده معانا الثلاثيه الحمد لله، لسه بطولتين كمان باذن الله كده ربنا يكرمنا نقدر نجيبهم ونفرح بهم الجماهير باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك، حبيبي الله يبارك فيك. حسين مليون مبروك، بنبارك لك عشان قناه النادي الاهلي، مليون مبروك، مليون مبروك، ربنا يكرمك. كابتن ايمن مستمرين معاك من داخل غرف ملابس ال